يا ابن أمي عتر بان عيب تكرمي احكي احكي شباب يا ابن أمي عتر بان عين العمى ولا شوف عين العمى ولا شوف الله يسعد قلب زينب وياي وياي ها يا ابن امي عاد خير بان عيب تكرمي لا تدقق وياي تربان وياي يا ابن امي عتربان عين العمى يا اخو يا خال وينك عين ويل في فنزاري روحي فوقت وياك ويل في كمزاري امشي واجري العين لك ما شاء الله أدري بسهم مسموم كبدك في قطع وسوى فمك فالصار ويل مك فمطلع ذاك السهم يا حسين قلبي تلوى ريح شاينا سرية سمى بغمي ريح شاينا سرية يا ابا عبد الله يا ابن امي ادري الخيل هشي متصدرك بيدي على التربان وشاهد نحرك شلديك يا أخو يا ويب ممشاي حيار بيام شلديك وياي يا أخو يا ويب ممشاي حيار بيامك لفراقك صار غصباً علي غصباً علي لكي لفراقك صار غصباً علي يا حسين على الغبر عيفتك يا أبا عبد الله غصباً علي يا حسين على خاطر عيفتك والحجر لو ما كان يفضخ جبهتك ما كانت يمني صوتي لا وعيفتك نوبان قيمت لي ونوبش قف في دي نوبان قيمتني
المرحوم الشيخ كاظم منظور الكربلائي. بارك الله فيكم. حالة غصب يا حسين عينك مشي. اذا مشي ايدك تخربط. حالة غصب يا حسين عينك مشي. يا ابن امي من حوبين ومقايدين جدد عهد هاوياك رجا تسكينا صالي حضر والصوت من أعلمي مانع حضر بالصوت مانع حضر والصوت من أعلمي يا أبا عبد الله يا ابن أمي من ليعداك أرداش تجيلك مثل السهم يا حسين أم رد ليلك ونجير حاتم نطق رقبات عليلك قلبي حيرك لي النار وانت الخفية قلبي حيرك لي النار وانت الخفية لطيف المني الجار تغمى بعيونه من عقل الناقة يطيح لم من يجونه من عوض ما يسلوه ويركبونه يقوم من عالوطية بالخزارة لا يقوم من عالوطية